السلام عليكم وحياكم الله. تحديدا نحن في منطقة أجياد مقابل أنفاق ريع بخش، هذه جولتنا لهذا اليوم باتجاه الحرم المكي الشريف. ابقوا معنا في هذه التغطية ونتمنى أن تحوز على رضاكم واستحسانكم. نحن في شارع أجياد باتجاه الحرم المكي الشريف، نشاهد الكثافة العددية للباصات. فندق المنار أجياد، فندق سرايا المسك، أحد الفنادق الجديدة في هذه المنطقة بعد شهر رمضان، فندق نوران. هذه صورة جميلة لشارع بير بليلة، ونشاهد ضيوف الرحمن وهم متجهين إلى الحرم لأداء صلاة المغرب. فندق الشهداء، نشاهد المحلات الموجودة في فندق الشهداء. ما شاء الله، نشاهد المحلات مفتوحة على بجانب فندق الشهداء. شارع أجياد باتجاه الحرم المكي الشريف. مواقف الباصات في ريع بخش. باتجاه الحرم نشاهد الكثافة العددية. ما شاء الله تبارك الله. توزيع التمر. وعلى اليسار توزيع الماء. ما شاء الله من الجمعيات الخيرية على طول الطريق. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله، هذه الكثافة العددية في شارع أجياد باتجاه باب الملك عبد العزيز. نشاهد صورة جميلة من ساحات الحرم. ما شاء الله تبارك الله. بانتظار أذان المغرب من الحرم المكي الشريف. أمامنا الآن فندق صفوة الغفران ودار الإيمان والصفوة رويال أوركي. مدخل الدور الأول، وهذه ساحات الحرم. ما شاء الله ممتلئة. مدخل باب الملك عبد العزيز.
دقائق على أذان المغرب. من ساحات الحرم المكي الشريف. هذول من الجزائر ما شاء الله. هذا مدخل سطح الحرم. مدخل طريق الهجرة باتجاه شارع المسفلة و ما شاء الله نشاهد أبراج شركة مكة. أشهد أن محمد رسول Thank you.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله